بسم الله الرحمن الرحيم، اسمح لي أولا أن أحييك وأحيي حياك الله. قناتكم الرائدة، وشكرا على هذه الدعوة الكريمة. شكرا لك. الفتنة نائمة، لعن الله من أيقظها ولعن الله من أسس لها. يعني كان المفروض أن يتجنب قادة الإطار والآخرون هذه الفتنة منذ زمان بعيد. يعني احنا تغير النظام من سنة 2003 ولحد الآن، والأداء يسير باتجاه معاكس تماما عن إرادة الشعب، وكانت المصالح هي الشاخصة في أذهان كل القادة وكل الأعمال التي يقومون بها لا علاقة لها بأبناء الشعب، حتى وصل أبناء شعبنا إلى ما هو عليه من يأس. الآن أكثر الشعب العراقي يعيش حالة من اليأس، وأنت لو أردت أن ترى كل هؤلاء الذين يتظاهرون الآن والذين تظاهروا سابقا، لوجدت أن أكثر من 40% منهم هم عاطلون عن العمل، إن لم يكن أكثر من ذلك. فإذا نحن أمام مشكلة كبيرة وعويصة ومعقدة، وبحاجة إلى قادة يمتلكون حكمة في التعامل مع هذه المشكلة وهذه الفتنة. ولكن الذي يؤسف له، لحد الآن منذ أن بدأت هذه الفتنة وبدأت هذه المشكلة، ومنذ أن انسحب السيد مقتدى الصدر بنوابه من البرلمان، لم نرى هنالك خطوات جدية لحل المشكلة، بل نجد أن يضعون الوقود على النار، وإلى أن وصلنا إلى ما هو عليه. الآن لو أردنا أن نراقب كل تصريحات القادة، خاصة في الإطار التنسيقي، كلهم يدعون إلى الحوار وإلى تجنب. يا ترى احنا صار لكم الآن 10 شهور من الانتخابات، ماذا تفعلون؟ يعني إذا يعني معقولة أنتم كل هذه المدة وأنتم لم تتحاورون مع السيد مقتدى؟ لا، أنكم تحاورتم مع المقتدى، ولكنكم مع الأسف الشديد بقيتم مصرون على إرادتكم التي هي ضد إرادة الشعب العراقي وضد إرادة السيد مقتدى، الذي يرى أنه صاحب الحق في أن يشكل الحكومة، وفعلا كان لديه الأغلبية في البرلمان. ولكن مع الأسف الشديد يعني موقف الإطار التنسيقي في البرلمان قبل انسحاب الصدر أجبر السيد مقتدى على الانسحاب، وكان يتصور، مو هذه المشكلة، المشكلة أن قادة الإطار كانوا يتصورون أن الجو قد خلا لهم، وأن الساحة أصبحت بيدهم، وهم يستطيعون أن يتصرفوا كما يشاءوا ويشكلوا الحكومة التي يرتؤون لها. وطبعا هذه الحكومة قطعا هي بصالحهم وليس مصالح السيد مقتدى. نعم، إذا تسمح لي سيد الرماحي، يعني تعتقد بأنه الباب لا يزال مفتوح من قبل يعني تيار الصدري، ممكن أن يذهب فعلا ويجلس مع الإطار التنسيقي؟ هذه الدعوات اللي تابعناها، هو هاي النقطة اللي أريد أناقشها مع حضرتك لأهميتها بهذا الوقت. الوقت لا زال متاح من أجل الحوار مثلا، تعتقد لو خلاص السيد الصدر ماخذ توجهاته وماضي بيها؟ يعني احنا بالنسبة يعني المقتدى هو رجل، بس ليس دفاعا عن السيد مقتدى، ولكنه نحن نرى أنه صاحب الحق في ذلك، في موقفه هذا، وبالتالي على الطرف الآخر أن يتنازل عن بعض الحقوق. يعني هم لماذا يصرون، ما زالوا يصرون على محمد الشاع السوداني؟ والشاع السوداني يعني بالمناسبة هو ليس مرفوض من قبل التيار الصدري، وإنما مرفوض أيضا من قبل أبناء الشعب العراقي، ومرفوض من تيار تشرين. وسبق الرجل أن توزر لسبع وزارات ما بين وزير ووكيل وزير، وكان عمته أيضا مسؤول. يعني الرجل مجرب من قبل أبناء الشعب، وأبناء الشعب ما عندهم استعداد
أن يتقبلوا رئيس وزراء اللي هو أعلى سلطة تنفيذية في العراق أن يتقلدها شخص سبقه وأن جربوه ولم يفعل لهم شيئا، إضافة إلى أنه موقف المرجعية أيضا واضح من محمد شاع السودان ومن أمثاله أنهم سبقوا أن استنفروا ولم يكن هنالك يعني نجاح ممكن أن يشجع الشعب العراقي على قبوله. إذا القضية يعني أنا حسب تصوري أن هنالك قوة صغيرة بقت يجب على الإطار التنسيقي أن يستغلها، وإلا فهم يدفعون بالبلاد إلى فتنة يعني لا تحمد عقباها، وهو عليهم أن يعلنوا عن يعني يجي أو يطلبوا من محمد الشاع السوداني أن يتنازل عن هذا الترشيح ويبعثوا برسالة اطمئنان إلى السيد مقتدى من أنهم مستعدون على أن يأتوا برئيس وزراء مستقيم بعيد عن الإطار التنسيقي. يعني أعتقد هو هذا ما أحد الحلول. أحد الحلول، يعني تعتقد بأنه هذه الخطوة إذا ما اتخذها الإطار التنسيقي راح تغير مثلا موقف السيد مقتدى الصدر؟ يعني أولا مقتدى الصدر هو باق على موقفه الآن في التظاهرات وفي إحراج الإطار التنسيقي، ولكن أنا حسب تصوري إذا ما تنازل الإطار التنسيقي وطلب يعني وأبدى حسن نية في أن يترك هذه المنصب رئاسة الوزراء وهو أعلى سلطة تنفيذية في البلد إلى مستقل بحيث يرضى عنه التيار الصدري، وليس يرضى عن التيار الصدري، يرضى عنه أبناء الشعب العراقي، لأن الذين يتواجدون الآن في مبنى البرلمان هم ليس من أبناء التيار الصدري، ليس صدريين فقط وإنما من فئات شبابية من كل طبقات أبناء الشعب العراقي. هذه النقطة على الإطار التنسيقي أن يفهمها، يعني لأنه بعد الشعب العراقي بعد غير مستعد أن يأتي بمسؤول وبرئيس وزراء يسير بأجندات غير وطنية، ربما أجندات أجنبية، وهذا هو مؤشر واقعا فهمه أبناء الشعب العراقي، لأن محمد الشاع السوداني رجل الكثير يتهمه على أنه من أقرب المقربين إلى نور المالكي، بل هو نسخة معدلة لنور المالكي، وبالتالي فإن هنالك إذن لهذا الرجل هنالك إملاءات ستكون عليه إملاءات من دولة جارة، وبالتالي هذا المعنى مرفوض من قبل أبناء الشعب العراقي وليس من السيد مقتدى الصدر. ما أعرف حضرتك تركز على هذه النقطة، تعتقد بأنه هو أصل الخلاف مثلا تقديم محمد الشاع السوداني من قبل الإطار التنسيقي؟ يعني لو هناك من يقول لو أنه فعلا هذه هي المشكلة كان خرج السيد مقتدى الصدر بتغريدة مثلا أو عبر عن رفض عبر وزير القائد مثلا وانتهت المشكلة، لكن إذا نشوفه اليوم خطوات التيار الصدر هي أكبر من هذا الموضوع. يمكن لا، هو طبعا هنالك طلبات كثيرة للسيد مقتدى الصدر لأبناء الشعب العراقي، يعني هنالك طلب، هي هاي طلبات مواضحة يا سيد طالب، هي هاي طلبات مواضحة. يعني اليوم كل ده يسأل شنو اللي يريد التيار الصدري؟ تفضل. التيار الصدري يريد أولا أن يتنحى، أن يعتذر محمد الشاع السوداني من الترشيح، ثانيا على القضاء أن يأخذ دوره في محاكمة ومساءلة نور المالكي بسبب التسريبات الأخيرة التي تضمنت مشروع خطير إلى حرب أهلية، ثم الإطار التنسيقي يخشى من حرب أهلية. هو نور المالكي كان يدعو إلى الهجوم على النجوة، لم تكن هذه حرب أهلية، فإذا أيضا على القضاء أن يأخذ دوره في محاكمة ومساءلة نور المالكي على هذه التسريبات، وهذه التسريبات خطيرة، إضافة إلى أنه هنالك يعني هذا الفساد الذي ينخر بالعراق لحد الآن لم يقدم أحد إلى القضاء. إذا ما دور القضاء في هذا اليوم؟ لابد أن هذا القضاء، الشعب العراقي أيضا يتهم القضاء ومقتدى يتهم القضاء بأنه مسيس وأنه يعني مؤثر عليه من قبل الإطار التنسيقي وله علاقة وطيدة بنور المالكي، ويعتبرون أنه
فائق زيدان هو امتداد لمدحة المحمود الذي كان يتحرك بأوامر من نوري المالكي. إذا هذه الكثير من المطالب يجب أن يوجد لها حل، لأن الشعب العراقي الآن بعد يئس من الإطار التنسيقي الذي حكم العراق أكثر من 19 عام وغير مستعد إلى أن يرضى أو يعطي فرصة أخرى. ولذلك دائما يكرر السيد مقتدر أنه لا يريد لأي مرشح من قبل الإطار التنسيقي، وليس بس فقط محمد شاع السوداني. هسا هذا الوضع الاحتقاني الموجود، الانسداد الموجود، تعتقد اليوم نحن أمام أو بحاجة إلى طرف ثالث مثلا محايد من أجل تقريب وجهة النظر؟ لو ما من الممكن أن يلتقي الطرفان، يعني أي طرف ثالث ممكن أن يتدخل؟ لأنه إحنا عندنا الآن الطرف الثالث اللي يخوف، لا الطرف الثالث، طرف ثالث مصلح. نعم هو أنا أقصد، ما أقصد لا هو لا يوجد طرف ثالث، هو لا يوجد طرفان في العراق حقيقة. كان ضحية وكان قاتل، ولكن لا يريدون أن يفصحوا عن هذا الطرف اللي هم يمثلوه فقالوا طرف ثالث. ولا أنا أقول، عندما أقول الطرف الثالث إنه ثالث يدخل بين الطرفين لإيجاد حلول، وأعتقد أن الطرف المؤهل في هذه المرحلة هو المرجعية الرشيدة. والمرجعية الرشيدة واقعا تخشى من أن تتدخل، لأنه سبق وأن جربت أنه لا أحد يستمع إليها من جميع الأطراف. أنا حسب تصوري الإطار التنسيقي لا يستمع إلى 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 نصائح المرجعية، وإلا لو كانت المرجعية تدرك جيدا أن تدخلها سوف يثمر لما بقت صامتة ولتدخلت من بداية الأزمة.